البرلمان لا يحل نفسه إلا قبل 48 ساعة من الانتخابات، نواب ومرشحون في الوقت نفسه، ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك إيدك أهلا وعلى بك. مشاهدي قناة الفلوج. بالنسبة من الأمر الغريب والعجيب أن البرلمان لا يحل نفسه إلا قبل موعد الانتخابات في 48 ساعة، ويتمارس كافة صلاحيات جميع النواب واستغلال النفوذ والسلطة التنفيذية في حملاتهم ودعاياتهم الانتخابية. وهذا المقياس صحيح ان المنصب السياسي والبرلماني والتنفيذي في الدعايه الانتخابيه تستخدم لتستقطبهم ولاراده ترشيحهم، وهذا غير متكافئ، والعداله بين اللي يملك المنصب التنفيذي وبين المرشح العادي. نعم من أستاذ. الضروري اثبات المفوضيه لهذا الامر، واكد ايضا رئيس الحكومه خلال أي رئيس الحكومة أكد خلال لقائه بالسادة الوزراء بأنهم آتين من أجل الخدمة وليس من أجل الدعايات الانتخابية، وهذا على عاتق رئيس الحكومة مراقبة هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. وأيضا الدعاية الانتخابية بدأت مبكرا في الوقت الحاضر 4 أو 5 أشهر، وترى جميع اللي يملكون المناصب التنفيذية والبرلمانية السابقين لاحظهم الآن متكلمين في المحافظات بعد 4 سنوات من ترك المحافظات، والآن يعودون للمحافظات من أجل الدعاية الانتخابية مستخدمين السلطة التنفيذية لديهم والمجلس السياسي من أجل دعاية الانتخابية، وبعد الانتخابات يذهبون إلى بغداد ولا يعودون بعد 4 سنوات. في محافظة نينوى، إلى أي مدى يستغل المنصب النيابي حتى بالنسبة لإنجاز المشاريع لصالح جهة أو لصالح مرشح يتبع لجهة ما على حساب بقية المرشحين؟ سيدتي الفاضلة، بالنسبة لمحافظة نينوى بعد الذي تعرضت له المحافظة من الهجمة الشرسة والاحتلال الداعشي لهذه المدينة وخلفه من دمار لهذه المدينة، أين كانت هذه الأموال والمشاريع التنفيذية بعد عمليات التحرير؟ لماذا لم تنفذ إلا القليل منها؟ أما الآن لاحظ أن العمليات الشوارع والمشاريع وغيرها من الأمور الصلاحيات والمستخدمة في محافظة نينوى، وما شاء الله جميع نواب محافظة نينوى الآن متواجد في المدينة بعد أن غابوا عنها خلال الفترة السابقة. نعم أستاذ. ونحن أيضا نطالب بتجديد الرقابة، تجديد الرقابة على هذا الموضوع من قبل، نؤكد مرة ثانية، من قبل الحكومة ورئاسة الحكومة. نعم. لأن هذا الأمر لا يوجد تكافؤ الفرص بين صاحب السلطة والسياسي. طيب. وعم مرشح جديد داخل الانتخابات. ما رسالتكم أستاذ مزهر إلى المفوضية العليا للانتخابات وهي الجهة الحامية للعملية الانتخابية برمتها، خاصة أنك ذكرت بأن الدعاية الانتخابية بدأت مبكرة على خلاف ربما ما ذهب إليه المفوضية أو قراراتها؟ أبدأ من حيث انتهيت سيدتي الفاضلة. الدعاية الانتخابية الآن، الوعود بالإعمار، حملات الإعمار والتوظيف وما شابه ذلك من أمور من قبل الكثير، ولكن احنا نطلب من المفوضية متابعة هذه الحملات والاستغلال السياسي والمناصب التنفيذية في الدعاية اللائقة. ورسالتي إلى أبناء مدينة محافظة نينوى جيدا، والمواطنين خاصة الناخب، أن هؤلاء الذين يأتون الآن بالمشاريع والخدمات لما لم يأتوا بها قبل الانتخابات خلال 3 سنوات الماضية، أنهم سوف يأتون بالخدمات إليك بأموال، ويذهبون بعد الانتخابات يجمعون. نعم، توضحت الصورة أستاذ مزهر. وأتمنى من الناخبين
نعم توضحت الصورة أستاذ مزهر القيادي في تحالف نعم. عزم الأستاذ مزهر ذياب علاوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.